السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا الجنة ومع غناء الحور العين. تخيل حضرتك وتخيل حضرتك لما الإنسان يدخل الجنة ويجلس مع الحوراء وهي تغني له وحده، لا أقول مثلا تغني له ولسائر الجمهور، ولكن تغني له وحده، هو يجلس معها يستمتع بها وبجمالها وبجلستها الطيبة، ثم يستمع إليها وهي تغني. فإذا غنت الحوراء تمايلت معها أغصان الجنة طربا لصوتها ولجمال صوتها. تسمع لكلام حبيبنا صلى عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أزواج الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط. الله أكبر، بأحسن أصوات سمعها أحد، يعني ما فيش حد سمع صوت أجمل من كده. وإن مما يغنين، من الكلمات اللي هيقولها في الأغاني في الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم: وإن مما يغنين نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام ننظر بكرة أعيان، نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الآمنات فلا يخفن، نحن المقيمات فلا يضعن. فما أجملها من جلسة في جنة الرحمن، وما أجملها من أصوات تتمايل معها أغصان الجنة، وما أجملها من كلمات طيبة. فما أجمل الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.